صباح البحر، صباح الحب، صباح الجلسة، صباح النشاط، صباح السباحة مع السرطعين. يلا راس. أنا اسمي ياسر مرتجع، عمري 30 سنة، بسكن في مدينة غزة. بدأ حبي للتصوير من لما كان عمري 12 سنة تقريبا. بتذكر لما كان عمي جاي من السفر وجايب معه كاميرا صغيرة عشان يوثق رحلته فيها في غزة. أخذت الكاميرا منه وصرت أصور فيها. لما عمي لاحظ حبي للتصوير ساب لي الكاميرا وسافر. كبرت وكبرت معي هوايتي. رشدي السراج صديقي، قصته بتشبه قصتي. كنا نطلع دائما نصور مع بعض. في 2012 قررنا نعمل شركة سميناها عين ميديا. بدينا بكاميرتين واخذنا غرفة صغيرة في مؤسسة لأنه ما كانت قدرتنا نأجر مقر للشركة. خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صورنا كتير مشاهد مؤلمة. يعني الواحد لو بيحكي عن العدوان بيحكي عن 51 يوم تقريبا من القصص، كل يوم كانت تمر علينا قصة جديدة. عايشين؟ طيب. رافقنا طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشان نطلع بصورة جديدة. صورنا الطفلة بسام وهم بيطلعوها من تحت أنقاض بيتها في حي الشجاعية. سام، كيف حالك؟ احكي معي. الطفلة بسام ارتبطت أنا وياها بعلاقة كتير مميزة. واجهنا الناس العدوان على غزة، حبينا نورشيهم الوجه الآخر لغزة. فصورنا البحر، صورنا غزة بطريقة مختلفة، صورنا الحياة اليومية للناس. اليوم وبعد 6 سنين الغرفة صارت شركة، والاثنين صاروا 15، والكاميرتين صاروا معدات نقدر ننتج فيها أعمال كبيرة. ست سنين بحث فريقنا فيها عن جمال الصورة وقوة المضمون. وصلنا بأعمالنا لمؤسسات وقنوات في معظم أنحاء العالم، ودخلنا مجالات جديدة زي الموشن جرافيك وإدارة الفعاليات وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي. طموحنا يتوسع عملنا ويصل أنحاء مختلفة من دول العالم. بتمنى أشارك في دورات ومهرجانات عالمية لأني ما تمكنت من السفر قبل هيك بسبب الحصار وأزمة المعابر. بسم الله.
ياسر كان بعد فيلم وثائق عن مسيرات العودة. كنا بنوثق الأحداث لحظة بلحظة. صورنا الجمعة الأولى، لكن وإحنا بنصور الجمعة الثانية تعرض ياسر لإطلاق نار من قبل قناص إسرائيلي، رغم ارتداء الخوذة والدرع الواقي مكتوب عليه كلمة صحافة. ودينا ياسر على المستشفى، خضع خلال العمليتين جراحيتين، كان وضعه في حالة الخطر. بعد 12 ساعة رحل ياسر، لكن رسالته مستمرة. فلسطين علمتني التحدي، وعين ميديا علمتني أن الطموح ملهوش سقف. هذا أنا وهذه عين ميديا.